بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، ونسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. وبعد، هنيئا لكم أيها الأحبة الكرام، يا من فرغتم أنفسكم في هذا اليوم المبارك الجمعة للتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى وللجلوس إلى الشروق، حتى نحظى جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى بأجر حجة وعمرة تامة 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 كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولعلمي أن هناك حضور من الأخوات في يعني إن شاء الله، فشغلنا يعني السماعة اليوم عشان يستطيعوا المشاركة بسماع التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى. ما زلنا مع سورة الفرقان، وبفضل الله تبارك وتعالى هذه هي الحلقة الثانية من هذه السورة الكريمة، وهي صفحة رقم 362. وسورة الفرقان كما قلت في المنظومة السجعية، وسورة الفرقان حول إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال معجزة القرآن، وهي 10 مقاطع لمن أراد طاعة الرحمن. المقطع الأول: تقديس الله وعجز المشركين والخذلان. والثاني: شبهات القرآن وردها بالبيان. والثالث: شبهات حول الرسول وتشبيهه بالكهان صلى الله عليه وسلم. المقطع الرابع: والدوافع وراء التكذيب ومآلهم النيران. والخامس: سنة الله في المرسلين والتكذيب والملك للرحمن. الذي نحن بصدده الآن هو المقطع الرابع: الدوافع وراء التكذيب ومآلهم النيران. بعد يعني أن هؤلاء واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن هم ينتقصوا من القرآن الكريم، فقالوا على القرآن، مرة يقولوا أن القرآن شعر، ومرة يقولوا أنه أساطير الأولين فيتملى عليه بكرة وأصيلة، وتحدهم الله تبارك وتعالى بالإتيان بمثل هذا القرآن، فعجزوا جميعا أن يأتوا بمثله. ثم وجدوا أنفسهم يعني قد عجزوا جميعا مع فصاحتهم ومع بلاغتهم أمام القرآن الكريم، خلاص اتضيروا على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هو كاهن أو هو ساحر أو هو مجنون عليه الصلاة والسلام، مع أنهم قبل كده كانوا عارفين أنه هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا الأمين رضينا، هذا الصادق رضينا كما هو معلوم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، خلاص لما نزل على القرآن ونزل عليه الوحي وصار يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر، في هذه الحالة صار صلى الله عليه وسلم انتقل بالنسبة لهم إلى كأنه مجنون أو كأنه كاهن أو كأنه ساحر، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فهنا الله تبارك وتعالى، وبعد يعني كذلك يعني أنهم قالوا يعني لولا نزل عليه الملائكة أو ربنا تبارك وتعالى ينزل عليه كنز على النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصور. أكثر من اللي هم طلبوا، ربنا تبارك وتعالى خير النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكون عبدا نبيا أو ملكا رسولا عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يكون إلا أن يكون صلى الله عليه وسلم عبدا نبيا لله تبارك وتعالى، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير. دي بقى الدوافع وراء تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قبل ذلك تكذيبهم بالقرآن الكريم. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير، يعني نارا عظيمة شديدة الاشتعال، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سبحان الله، يعني النار بتشوفها
النار أول ما تشوف أصحابها وهم جايين عليها اللي يحصل سامعوا لها تغيظا وزفير. شفت انت لما بيكون بينك وبين واحد مشكلة ولا حاجة وبعدين انت واقف كده فجأة لقيته جاي في آخر الشارع، اللي بيحصل لك انت بتثور، وجهك بيتغير، بيبقى عندك غيظ وعايز انك انت تفتك بيه. ولله عز وجل يعني المثل الأعلى، وكذلك شوف النار أول ما بتشوف الكافر عارفاه بشكله، اللي بيحصل لها سامعوا لها تغيظا وزفير، النار غضبانة لله سبحانه وتعالى. وإذا عينت النار والكفار وهم يساقون إليها من كل مكان بعيد سامعوا لها غليانا شديدا وصوتا مزعجا من شدة غضبها عليهم. يا رب سلم يا رب، اللهم أجرنا من النار. فسبحان الله، شوف النار عارفة الكافر، النار عارفة الناس، وكذلك الجمادات والطيور وكل شيء عارف الناس. ولذلك سيدنا سليمان لما مر بالنملة، مش النملة كانت عارفة سيدنا سليمان ولا لا؟ يعني ده خلي بالك، ممكن يكون النملة عارفنا والطيور عارفانا وكل حاجة من حوالينا عارفانا. قالت نملته: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سيدنا سليمان لما سمع عمل ايه؟ تبسم ضاحكا من قوله. تشوف السماوات والأرض كمان، السماوات عارفان. ولذلك الكافر لما بيموت فما بكت عليهم السماء والأرض، السماء ما بتبكيش عليه، بمفهوم المخالفة ان السماء والأرض تبكي على الطائع لله عز وجل. طب مش النبي عليه الصلاة والسلام برضو احنا عارفين انه كان في بادئ الامر بيخطب وهو واقف على جذع، على جذع الشجرة، ولما صنع له ايه هذا الشاب، صنع له منبر، شاب اللي هو كان نجار ده، وجات امه للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: ابني نجارا يريد ان يصنع لك منبرا. وصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر الجديد، الجذع ايه اللي حصل؟ مش الجذع بقى يئن والنبي عليه الصلاة والسلام نزل من على المنبر والصحابة جالسين وسمعوه ونزل كده، يعني ايه؟ يعني ياخد بخاطر الجذع كده ويحن عليه عليه الصلاة والسلام. فشوف النار عارفانا هي، وعارفة الكافر كمان على الخصوص، عارف ان ده عاصي لله سبحانه وتعالى. ولذلك سامعوا لها تغيظا وزفيرا، النار غضبانة لله سبحانه وتعالى. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يعني إذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مكرونة، أيديهم يعني أيديهم كده متكتفة ومتسلسلة وإلى أعناقهم بالسلاسل، دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص منها. فكرين إن البكاء ولا الكلام ده في اللحظة دي ممكن هما ينجوا من النار ولا حاجة، خلاص ما ينفعش خلاص. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني لا تدعوا أيها الكفار اليوم هلاكا واحدا وادعوا هلاكا كثيرا، لا وادعوا هلاكا كثيرا. يعني ايه الثبور؟ اللي هو عافانا الله واياكم، اللي هو صوت الصراخ بقى والعويل. وذلك في ايه تانية هناك في سوره فاطر: وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يا رب رجعنا الدنيا تاني، بيقولوا كده عشان نعمل اعمال صالحه غير اللي احنا كنا بنعملها. فتاتي الاجابه: اولم نعمركم، مش هنا اديناكم عمر معين في الدنيا؟ هو راس مالك عمرك ده 60 او 70 او ما يزيد او يقل؟ عملت ايه في عمرك ده؟ استغليت عمرك في طاعة الله عز وجل ولا عملت ايه؟ اولم نعمركم يتذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير هو القرآن، النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، النذير قيل كذلك هو الشيب الذي يكون في الايه، في الرأس وفي اللحية. واذا القوا منها مكانا ضيق، ففي الحالة ديت يكثر الايه، يكثر الصراخ والعويل وهم في هذا العذاب والعياذ بالله. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل لهم أيها الرسول: أذلك المذكور من العذاب الذي وصف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا ينقطع أبدا، وهي التي وعد الله المتقين من عباده المؤمنين أن تكون لهم ثوابا ومرجعا يرجعون إليه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. لا
لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يعني لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم، أي حاجة بيتمنوا، أي حاجة تخطر على بالهم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني كان ذلك على الله وعدا يسأله إياه عباده المتقين، ووعد الله عز وجل متحقق، فهو لا يخلف الميعاد. ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، ده بقى مشهد من مشاهد يوم القيامة، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. يعني في هذا اليوم العظيم في يوم القيامة، الأتباع مع المتبوعين، الآلهة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، مثل مثلا سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والجماعة اللي كانوا بيعبدوه، واقفين كده الاثنين، وربنا تبارك وتعالى بيخاطب الاثنين: ويوم يحشرهم، يعني الكفرة والمشركين، وما يعبدون من دون الله، الآلهة اللي كانوا بيعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ربنا هنا بيخاطب مين؟ الذين عبدوا من دونه جل وعلا. يبقى: ويوم يحشر الله المشركين المكذبين، ويحشر ما يعبدونه من دون الله، فيقول للمعبودين تقريعا لعابديهم: أأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم. شوف الرد إيه، قالوا: سبحانك، يعني تنزهت يا ربنا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. يعني قال المعبودون: تنزهت ربنا أن يكون لك شريك، وما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم، فكيف ندعو عبادك أن يعبدون من دونك ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا ومتعت أباءهم من قبلهم استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك فعبدوا معك غيرك وكانوا قوما بورا، يعني هلكا بسبب شقائهم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يعني فقد كذبكم أيها المشركون من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونه عليهم، فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصر أنفسكم لعجزكم، ومن يظلم منكم أيها المؤمنون بالشرك بالله نذقه عذابا عظيما مثل ما أذقناه من هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل. شوف الخطاب بقى في ختام الآية لسائر الناس، لسائر المؤمنين: ومن يظلم منكم، اوعوا تعملوا زي الجماعة دول. ربنا تبارك وتعالى بيقص علينا قصص السابقين ليه، ومثل هذه يعني هذه المشاهد، مشاهد يوم القيامة، عشان نحذر اننا نقع في، نخاف اننا ممكن نقع في الشرك مثل ايه هؤلاء. نسأل الله عز وجل ان يجنبنا الشرك واهله. وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. دي فتنة الله عز وجل للناس، أو هذه سنة الله تبارك وتعالى في المرسلين. ولما استنكر المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: وما بعثنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشرا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلست بدعا من الرسل في ذلك، وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض
فتنة يعني اختبارا في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف. أتصبرون يعني أتصبرون على ما ابتليتم به فيثيبكم الله عز وجل على صبركم، وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر وبمن يطيعه ومن يعصيه سبحانه جل وعلا. استفادوا من الآية رقم 1 الجمع بين الترهيب من عذاب الله والترهيب في ثواب. الآيات جمعت بين الترهيب من ذكر الايه، ذكر النار اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفير، ذكر النار، وكذلك الترغيب في قوله جل وعلا في ذكر الجنه قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون. رقم 2 متع الدنيا منسيه لذكر الله عز وجل. انسان ربنا فاتح عليه الدنيا، بص تلاقي متع الدنيا دي بالنسبه له بتنسيه ربنا، بتنسيه الاخره، وتنسيه عباده ربنا سبحانه وتعالى. خلاص هو متمتع بقى كل يوم يسهر في مكان، وكل يوم يروح حفله معينه، فخلاص ما عندوش وقت بقى ان هو يقرا قران بقى والكلام ده، هو ايه متمتع بالدنيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك هناك في سورة العلق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ربنا يفتح عليه الدنيا شوية خلاص استغني بقى عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. رقم 3 بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أو بشرية الرسل عموما نعمة من الله عز وجل للناس لسهولة التعامل معهم، عشان تروح تجلس مع النبي وتكلمه ويسأله ويسألك، والنبي عليه السلام يعني يشوف معاناة الدنيا ويشعر بما يشعر به الناس عليه الصلاة والسلام. رقم 5 والأخيرة تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي لعباده. تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي لعباده، يعني ايه؟ ما تلاقيش واحد ربنا ابتلاه بحاجة وانت مثلا مريض تقول يا رب مش معنى ده، يا رب مش معنى ده حلو هنا اللي تعبت يا رب، لا ده فتنة لك، اوعى تعمل كده. او مثلا واحد فقير يقول مش معنى فلان غني وانا فقير يا رب، يبقى دي برضو مشكلة كبيرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم ألبسنا به حلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين 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 يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.